الوحدة الوطنية الحقيقية. وأنا أستطيع أن أقول رغم الآن نترك تدفيع الثمن للجهاد حتى الآن. ما هو ثابت بشهود من كانوا مع الأخ إسماعيل هنيه هو صاروخ دخل إلى الغرفة التي كان فيها الأخ إسماعيل هنيه وأصابه إصابة مباشرة، والآن ننتظر التحقيقات الكاملة. لا هجرة من غزة. كما قال الشاعر: إذا غاب سيد قام سيد.